الرسالة اللي أريد أوجهها من خلالكم للمواطن العراقي، لأبناء شعبنا العزيز، أقول أن الحكومة والدولة بسلطاتها كافة بالتأكيد هي المسؤول المباشر عن كل ما يتعلق بأوضاع البلد، هي المتصدية اليوم، الحكومة هي المتصدية للشأن العام الاقتصادي الخدمي الاجتماعي المعيشي، وهي مطالبة بأداء واجباتها وتنفيذ مهامها بحكم هذه المسؤولية. ومثل ما تحدثنا في كثير من المحاور، مشاريع خدمية، تنمية اقتصاد، كافح الفساد، نحافظ على وضعنا الوطني، استقرارنا المجتمعي، مكونات أطياف الشعب العراقي، هذه كلها أهداف وبرامج واتفاقات سياسية مطلوبة من عندنا المتصدين من القوى السياسية من السلطات. لكن ما هو المطلوب من المواطن؟ هو أكيد المواطن شريك أساسي في هذا العمل كله، في مكافحة الفساد نعتمد على وجوده كموظف كمسؤول في مختلف المواقع، أن يتمتع بقيم الأمانة والنزاهة والحرص، وأن يكون شريك في الرصد لأي حالة، في الأمن كذلك، في الخدمات. البارحة أنا فطرت مع عمال النظافة وسألتهم شلون تجاوب المواطنين معاكم كذا، الأجوبة متباينة بها الزين وبها الموزين، حتى هذا يحتاج له تعاطي إيجابي وتفاعل. إذن المواطن عليه دور، هو أصل السلطة اليوم بالذات في نظامنا السياسي تعتمد على الشعب. متى ما كان المواطن والشعب فاعل، وإن شاء الله شعبنا اللي قدم تضحيات والذي كان حاضرا في كل الملمات، يعني نتذكر من سقط ثلث العراق من الذي انتخى؟ الشعب، الشعب انتخى وقدم أبناء شهداء وجرحى في سبيل استعادة الأرض. أقول هذا الشعب المضحي المجاهد الصابر، نأمل وكنا ثقة، ثقة مطلقة أنه سوف يستمر في دعم الدولة وسلطاتها والقيام بدوره بالشكل الذي ينقل العراق إن شاء الله إلى بر الأمان. كل التحديات اللي موجودة أمامنا واقعية، وما نريد نتكلم بلغة تفاؤل مفرطة، لكن هناك من الفرص المهمة للنجاح والممكنة، وأنا أتحدث وأنا مسؤول عن كلمتي، فرص النجاح متاح وممكنة متى ما كاتفنا كنا، متى ما شعرنا كنا أنه كنا مسؤولين. العراق مسؤوليتنا، المسؤول اللي قاعد هنا في الموقع أو المواطن اللي قاعد في البيت، وهذا هذا اللي نراهن عليه، وهو طريقنا إن شاء الله بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن ينقل العراق إلى واحة من الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية.